استهدف مساحة عرض. المعرض ده احنا عملناه كفكرة جديدة او انطلاقة جديدة لمجموعة من الشباب اللي هم متخرجين حديثا من كليات فنون جميلة من كل المحافظات. التوثيق احنا يوم 11 سبتمبر الجمعة النهارده عيد ميلادي. احنا في تام جاليري، كل الارتست هنا لوكال من ايجيبت من مصر ومن الدنيا. لطيف جدا اني اجي من وقت للتاني اشوف معرض كل اللي فيه شباب. اساسا كانت فكرة الجاليري تام جاليري ازاي ممكن نتيح مساحة عرض لناس ممكن الحياة تاخدهم او الظروف ما تساعدهمش ان هم يظهروا، انهم الدنيا بتمشي بسرعة وناس كتير بتطلع، فالناس دي ما ياخدوش فرصتهم في العرض. فالنهارده احنا قدمنا مجموعة احنا اخترناهم ودخلنا في مشاريع تخرجهم وساعدناهم ان هم ينقوا ايه اللي هيعرضوه ايه اللي مش هيعرضوه. What's really exciting about the exhibition ده في fresh talent واضح جدا، في vulnerability، في honesty، في real life experience. قلنا ان احنا نديهم experience ازاي يتعاملوا مع الجاليري professional setting. فاحنا حبينا ان احنا نوصل بقى الحلقة المفقودة دي، ازاي الفنان بيتحول من ان هو طالب الى بروفيشنال ارتست بيتعامل مع الجاليري. طبعا انتوا بتساعدونا في ده وبتشجعوهم وتساعدونا ان احنا نبين شغلهم. يعني الجيل بتاعي يعتبر من جيل الوسط، وبالتالي بنحتاج ان احنا نشوف الطاقات الجديده. فبس ففكره المعرض ببساطه از فيري كلوز لقلب الميشن بتاع الجاليري، ان احنا نظهر الناس والفنانين المصريين المعاصرين. سعيد ان مصر ولاده كم الكرياتيفيتي اللي موجود مهول لحد دلوقتي. احنا بصراحه انا شايف كوليكشن في منتهى الروعه، حاجات مختلفه تماما عن بعض. انا كمراهقه زمان مريت بحاجات كتيره جدا ما كنتش عارفه اعبر عنها ازاي، وحاجه فيري انسبايرنج ان انا يبقى عندي التول والسكيل كرياتيفيتي ان انا اقدر انقل التجارب بتاعتي وافكاري اون كانفاس اون بيبر اي كرييتيف ميديوم. البلد فيها شطاره وفيها ناس بتشتغل وبتفكر وبتبص وبتدور وبتسافر وبيفتح الانترنت وبيبص وعايز يعمل وعايز يجرب. الشباب اللي طالعين اليومين دول اكثر نضجا، هم شايفين اكتر من اللي شفناه في سنهم، خطواتهم سريعه. وكل اللي يعني انصحهم بيه الاهم هو الاستمراريه والبحث الدائم. ايا كان ذوقك اعتقد البروجكت ده اسمه حمام ميرول. انا شغال اكتر على لاجئين جنسيين شويه، حمام ميرول عشان هم ما بيحبوش يتكلموا عن الجزء ده في حياتهم. بس هو كل لوحاتي عباره عن تحليل الوان، انا بحلل فيجر الجسم الست يعني. وهي كانت تجربه شخصيه ما بيني وما بين احد اصدقائي يعني. انا اخترت الخردة علشان انا مش بشوفها اللون الرمادي الكئيب ده، ببقى شايفاها الوان كتير داخله في بعض. عشان كده انا اخترتها، لان انا حسيت ان هي غنيه قوي وانا بشتغل اللي هو التكنيكس بقى فوق بعض. يعني في حاجات ميكسد ميديا وفي حاجات عجاين، بس في حاجات اكريليكس بس. انا عندي 19 سنه، لسه مكتشف ان انا اصغر واحد هنا. انا الفكره ورا الرسم ده، انا عمري ما شفت حد بيرسم الاكل المصري، ومع كده كمان تولز المصريه القديمه. اللي مصورهم هو اسمه يحيى العلايلي، فوتوغرافر مصري صغير. فاحنا بنسافر بعض ان هو يصور وانا ارسم. هي مليانه تكستشر، فده اللي انا بحب اعمله واجربه. بتكلم عن جزء من شخصيتي، انه ازاي باكسبت المشاكل اللي بتحصل معايا على انها حاجات بسيطه، ومش بحاول اعمل زي الناس اللي هي بتعمل الحاجات اللي بتحصل معاهم في حياتهم ان هي حاجات يونيفرسال او ان هي حاجات ما تتحلش. اتكلم عني، انا اللي كنت عملت جراحه قلب، فكان لازم اتكلم عن الموضوع في لوحه. يعني الدكتور وطفل صغير، الملخص اللي هي عمليه اللي هو شده قومه مثلا من الارض، قال له لا تعالى ده انت في امل. بس دلوقتي الطفل يقدر يرجع صغير، يقدر يركب عجله، يقدر يسافر ويروح اي مكان، مفيش حاجه أف.
قالوا لي انا كنت بعمل عن حالات انسانيه للادمان، فبدات ان انا مثلا اعمل حالات اكتئاب او حالات انكسار في الصور، وكمان بدات ان انا استرجع الذكريات بتاعه الطفوله، وان هو حابب ان هو يرجع مره ثانيه في روحه، ان انا عملت ان هو ابتدى ان هو يروح يتعالج ويرجع ثاني بقوه اعظم. الحاجات دي كلها عباره عن different compositions و story telling، انا عاملاهم كلهم digital. It's about forming a new story from pictures already existing، فلازم تطلع في اخر حاجه original. بحب المواضيع اللي هي مثلا a certain emotion inspired by music، او احيانا picture نفسها هي اللي بتinspire الموضوع كله. Inspired by my surroundings or my feelings, by memories. يعني أكنه نقطة اللي بتلتقي فيها my inner world والouter world. في فنان بحبه قوي اسمه تالكوات، كان بيقول إن لتفكر وتحس بديان وشمع دم في. يعني الخط اللي برسمه هو الطريق حياتي. مشروع التخرجي اسمه نايف فيجن اوف سي كريتشرز، كنت بغطس في دهب، انا اصلا دايفر. هناك شفت كائنات جديده ما شفتهاش قبل كده. يعني بعد ما خرجت رسمت الحاجات دي في سكتشز عاديه، بعديها بسنتين جات لي فكره فيها فيجن كده جديده اللي انا اخده بصوره مبسطه اكتر. كنت بحاول اوثق الحاجات اللي انا كنت بمر بيها ساعه الثورات في امريكا، وبعدها هنا الناس انتشرت ثوراتها كانت حاصله في البلد. حاولت ان انا ما ابينش ملامح في الوش او كده، ان هو ده احد الثوار يعني، فان هم اللي بيعملوه ده اكنها حاجه رفعهم ما بين السحاب، ان هم طايرين مش موجودين على الارض. الانستليشن بتاعي اسمه باين، هو عن الاشتياق اللي اساسه شويه الم شويه حزن، فهو كونفليكتنج ايدياز كتير جدا، وبتادي ان انا واقفه ان ستاسيس ومش بعمل اي حاجه من الحاجات اللي انا عايزاها، بس ده مش بيوقف الاحاسيس اللي انا حاسه بيها دي. المشروع بتاعي كان عن شعور بالعجز، زي الواحد يعني ممكن يكون عنده فكر كويس وطاقه بس اللي حواليه يبقوا مقيدينه، بس فرسمتها انه عندها جناحات وكده بس اقل كتير من هي تحررها. يعني مشروعي عن عماله الاطفال، قررت ان هي تكون يعني مشروع تخرجي عشان بشوف انه دي يعني اكتر قضيه صعبه وظلمه جدا للاطفال، ان هم يتحرموا من فتره طفولتهم، يتحرموا من اللعب ومن الدراسه عشان خاطر يشتغلوا. مشروع تخرجي عن بابايا الله يرحمه، كنت بحاول ان انا اجمع مقتنياته الشخصيه، الاماكن اللي هو كان بيرتاح فيها في البيت، حاولت ان انا اصورها بشكل دراماتيك شويه، مستخدمه فيها البلو باليت، جات انسبايرد بكاسوز بلو بيريد. مشروعي عن الاماكن المهجوره اندور، واخترت الالوان الجراي والالوان الترابيه عامه لان هي دي اللون اللي بيبقى مغطي الاماكن دي بعد ما اصحابها بيرحلوا، اخترت ادخل لون قوي واخترته يكون في ورده، دي بتريفرز للميموريز والحياه اللي عمرها ما بتروح ولا بتتبدل.